هذا الجيل من الفريق من اللاعبين يحظى بدعم كبير جدا من مجلس الاداره شان كل الاجيال، واعتقد الكابتن محمود الخطيب اللي بنقول له الف الف سلامه عليك في الوعكه الصحيه ان شاء الله تكون بسيطه نزله البرد الشديده شويه اللي بيمر بيها، لكن داعم قوي جدا لهذا الجيل وشايف انه هذا الجيل قدامه فرصه يعمل مجد كبير للنادي الاهلي. واحد من نجوم الجيل السابق اللي عمل مجد كبير كابتن وائل جمعه، الصخره بتاعت الفتره بتاعت 2005 في البدايه. نشوف وائل جمعه المحلل بقى دلوقتي ازاي شاف فوز الاهلي في مستهل دوري المجموعات على استاد ابيجان. مكسب جيد طبعا للنادي الاهلي. خلينا نتكلم على الايجابيات الاول احمد. اربع اهداف في اول مباراه وظهور جيد للاعبين اللي حصلوا على الفرصه. ممكن الشكل العام في النهايه يكون افضل من اللي ظهر به اللاعبين. برضو في بعض الاحيان احمد تواضع المنافس بشكل زي ما شفنا من فريق استاد ابيجان يخلي اللعيبه ان هي نوع من التراخي شويه بعد النتيجه. ما الشوط الاول توصل لثلاث اهداف، يسجل ثلاث اهداف ويوصل لمرمى الفريق المنافس اكثر من مره، بيحصل تراجع بعد الشيء. كنت افضل ان الشوط الثاني من بدايته يحصل تغييرات لان برضه تاخر كولر اخر ربع ساعه كل التغييرات 75 دقيقه 75 بدا يعمل التغييرات بتاعته، خاصه ان انت متقدم في النتيجه، في لعيبه بره كانت محتاجه الفرصه اكثر من لاعب بره كان محتاج ان انت تديله الفرصه وتشوفه زي عمر الساعي اللي نزل متأخر جدا. عمر كمال كان برضو محتاج انه يلعب، كوكا، رضا سليم، وتاو كلهم نزلوا بس متأخرين. يعني انت متقدم يعني وشفت التغييرات التغييرات منطقية وسليمة لكن الطين متأخرة الوقت. متأخرة بالظبط. انما بنتكلم على الأخطاء الدفاعية. خلينا بس نقول ان النادي الأهلي السنة اللي فاتت البطولة اللي فاتت يا احمد دخل فيه هدف صح، فده جرس انذار لكولر وللاعبين قبل المباريات الصعبه. انما انا اشوف ان المنافس النهارده كان سهل جدا وكان متوقع الاداء الضعيف منه، خطأين سهلين جدا وكان ممكن يسجلوا هدف ثالث كمان، الكره اللي جت في العارضه في الشوط الثاني. يعني جرس انذار لكولر وللاعبين ان الجاي هيبقى صعب. يعني انا عندي رايي ان يعني بقى لنا سنتين ثلاثه موضوع التنظيم الدفاعي مش الافراد، طريقه، ودي احيانا لما بتبقى انت مطمئن الالتزام بيقل شويه. بس لو كل واحد فكر ان الكره دي اللي انا تكاسلت في الضغط او في قطعها او في الرجوع او في سرعه حتى لو في نص ملعب التحرك ممكن تكون هي دي الهدف. وده اللي حصل، يعني ده اللي حصل في نهائي القرن الافريقي. كرة كان سهل جدا جدا التصدي لها من البدايه، هي غلطه كرة بالكعب ملهاش معنى، وبعدين كرة العرضيه كان ممكن يحصل تعامل اكثر حده يمنحها. فمش عايزين اجوان من النوع ده لان دي بطولات بتضيع وفي نفس الوقت بترفع من معنويات المنافس اللي بيبدا انه يحبط. يعني 3-1 ليه؟ وبعدين 4-1 تبقى 3-4-2 ليه؟ وندي فرصة بقى في كرة في العارضة يقابلها 4-5 فرص منهم فرصة وجون فاضي. فما حدش بيحسب لك أنت، هو كل الناس عايزة كل كرة تيجي عليك تشكل خطورة ممكن تهددك، وده نتيجة خوفهم على النادي الأهلي. لكن في الآخر الأهلي أمام الاتحاد كان له شكل كروي مميز ولكن في عدم حسم. امام ابيجان لا، في فاعليه ونجاعه مش مكتمله هجوميه، كانت تقدر تكون اكتر من كده. نتيجه برضو زي ما قال الكابتن وائل النتيجه ساعات بتحكم التصرف، اطمنا. لكن مساله بقى مواعيد التغيير يعني من حقنا نقول ارائنا، ولكن مؤكد اللي في دماغ كولر حاجه تانية. يعني فانا لان الكلام ده اللعيبه برضه بتفكر فيه، فلما تفكر فيه قد يحدث ازمات. الله اعلم. بس كولر معني بقى بايه؟ انه يتكلم على لعيبته شويه في موضوع الروتيشن والتغيير ويدي لكل واحد ثقله
ويحافظ، مش هقوله حافظ على القيمة التسويقية، لأن دي لازم، دي مسؤولية اللعيب. إن مفيش لعيب مهما يشعر إنه بعيد عن الملعب معنى كده إن أنا أحبط واهدى. لا، ده في لعيبة اتعاملت بأشد من كده تجاهل وهجوم الجماهير ورجعت أقوى من الأول بكتير، ودي الشخصية. لازم اللعيب يبقى عارف إن إمكانياتي أنا اللي بتحدد علاقتي بفريقي، وبفرض نفسي إمتى، ومش معنى إن أنا بلعب أو ما ابتديش أو بتغير إن في حاجة غلط فيا، لا، بيبقى في فكر إداري أو فكر تكتيكي فني بيفرض هذه التغييرات. طيب، إذا كان ده رأي وائل جمعة الصخرة، رأي بقى المحلل السوداني كابتن هيثم مصطفى في إنه شايف إنه الأهلي لازم أن ياخد باله، لأن كل الفرق بتلعب فقط من أجل الفوز على الأهلي. نشوف تعقيبك على الشكل الهجومي الجماعي للنادي الاهلي. اعتقد انه يعني اخر كلمه قلتها انه الشكل الجماعي، فكان في جماعيه وفي تعاون جيد جدا واضح. هذه نقطه ايجابيه اليوم جدا انه واضح انه في جماعيه في اللعب وفي تعاون. من يحرز الهدف ما مهم، انه التالق للمجموعه كلها، الشحات مع طاهر مع كهربا، دي المباريات اللي بتعيد للاعب الثقه في نفسه. ممكن مباراه التيم ما يكون في مستوى الاهلي، لكن كلاعب اذا عادي لعب الكره مستواه بتراجع، ده طبيعي في كره القدم، ما بكون ثابت على مستوى واحد، لكن دي المباراه اللي بتعيد لك الثقه واكتشاف نفسك من جديد، تحول الطاقه السلبيه عندك لايجابيه بمسانده الزملاء. يعني شايف هنا كان بيساعدوا بعض في انه كل واحد يتالق، كل واحد يصنع فرصه ويساعد زميله الثاني في انه يعني الشحات يمرر لكهرباء، كهرباء يمرر لافشه، ما كان من ود يحرز الهدف، الاهلي كان بيحرز الهدف. الجماعيه مهمه في كره القدم، الجماعيه بتدي شكل جميل للعبه، بتدي شكل جميل للاداء بغض ضلت على المنافس، لكن ده الاهلي الحقيقي وده مستواه الحقيقي وده بطل افريقيا في ال 12 بطوله. فالتعاون والانسجام الموجود بين اللاعبين دافع وخلق تنافس للمصابين اللي حيعود من الاصابه، فحتخلق اللي حيستفيد منها الاهلي ومدرب الاهلي في صنع اللعيبه. انت حتلعب 70 80 مباراه في الموسم، فمحتاج لاغلب اللعيبه يكونوا جاهزين ويكونوا حاضرين، وخصوصا كل الانديه مين بتنافس نفسها عشان تجي تهزم النادي الاهلي. فهنا حضور اللاعب ذهنيا وبدنيا والجاهزيه الجماعية الموجودة، ودي فرص إنها بتخلق ميزان من التألق للمجموعة ككل، بيساعد النادي في إنه يواصل في مشروعه، يواصل في مستواه وفي أدائه العالي. الكابتن هيثم مصطفى النجم الهلالي والدولي السوداني الكبير لمس نقطتين مهمين جدا، الجماعية والانسجام وروح ال ان انا لا خش جيب انت جون، والتعاون اللي كان موجود هذا ما يميز ويتسم به النادي الاهلي وبيضعه في هذه المكانه، وده كان واضح من وجهه نظره. ولكنه حذر بوضوح تام انك انت اما تهدى ممكن يخش فيك جوان، لان ايه بقى؟ كل الفرق بتلعب لكسر هيبه الاهلي او الاقتراب من تحقيق يعني نتيجة أمام فريق زي الأهلي، كل الفرق عايزة تكسب الأهلي. فعشان كده أنا بقول دايما تفكر إن الكورة دي بالذات اللي أنا ما رجعتش فيها قد تكون هي الهدف. طيب، الحقيقة جزء من اللي خلق إنجازات الفريق الذهبي بتاع مانويل جوزيه إنه شخصيات اللعيبة كانت عارفة مسؤولياتها كويس قوي، وجزء منها إنه كل لاعب بياخد الفرصة بيتمسك بيها. دي تقريبا الوصية اللي ناقلها أو جاي بيها عبر التاريخ وائل جمعة للجيل الحالي، أعتقد مهم جدا يسمعوا رأي الصخرة. تمام، أداء متميز للنادي الأهلي وروتيشن كبير في التشكيلة اليوم، فرصة كابتن لإعطاء هذه الأسماء أو هؤلاء الأسماء أو يعني هؤلاء اللاعبين فرصة حقيقية في المرحلة القادمة. يعود لعمليه روتيشن بين هذه الاسماء ام يعود للتشكيله الثابته الافضل من وجهه نظرك؟ انا اشوف ان هو دايما يختار اللاعب الاجهز، اللاعب الانسب، اللي بينفذ التعليمات. في لعيبه اماكنها محفوظه بس من خلال ادائها يا
اليوم تألق اللي بيأدي أفشا. اليوم أفشا تألق، ممكن المباراة القادمة يعود إمام عاشور ويلعب هو أساسي بشكل ثابت. أنت من وجهة نظرك تبادل بين هذه العناصر كل تثبيت تشكيلة كل ده لاعب أساسي ولاعب بديل، كل ده في مصلحة الفريق. اللاعب اللي ياخد الفرصة ويمسك فيها يا أحمد يبقى المكان ده بتاعه، هو ده الصح وهو ده اللي المفروض يعمله. وأعتقد إن كولر عادل في النقطة دي، لأن دي من مميزاته من ساعة ما جه النادي الأهلي، اللاعب اللي بيمسك في المكان وبيأدي بيديله الفرصة. فدي نقطة مهمة جدا، أتمنى اللعيبة اللي شاركت وحصلت على فرص إن هي تكمل على مستواها الجيد اللي بتظهر بيه، ولأن الصورة الانطباع اللي عندك كل مباراة بالنسبة لنا انطباع جديد ومباراة جديدة، مفيش لاعب بيعيش على ذكرى. تمام، يعني الـ 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 في ناس تقعد يعني تقول لك كولر وعنده مشاكل مع بعض اللعيبة، في تلميح انه هو يعني مش عادل مع بعض اللعيبة، لكن الكابتن وائل بوضوح جدا قال لك موضوع الروتيشن ده مهم جدا، اللعيب لازم يفهم ان المدرب عادل وهو عادل وعامل الحتة دي كويس، وكل دوره انه يكون جاهز ساعة ما ياخد الفرصة عشان الاوراق. ما هو انت كل ما لو انت هتشيل هم اللعيب مين هيزعل مين مش هيزعل استاذ ابراهيم بيبقى عندنا مشكله. طبعا الصح ان كله يبقى جاهز جدا والكل يبقى فاهم مصلحه الفريق اللي هي مصلحته. ايوه الفريق لما بيكسب انا بكسب مجد وفلوس ومكانه. أيوه. الفرقه لما تبقى فايقه حواليا انا بعلى يبقى من حقي ومن حق غيري انه ياخد نفس الفرص. لما اريح يبقى بيريحني مش بيعاقبني. ايوه المعاني دي لازم تبقى واضحه جدا عشان النادي الاهلي بيضغط عليه اعلاميا بشكل سلبي لخلق هذه الفرقه في الفرقه. تيك كير.